Ninja. ونخليكم الاخوان مع الاخ سوني جيمر غيشرح لنا البراتيك ديال هاد الكومبا. وسير الاخ العزيز تفضل مشكوره يا رشيد. الله يحفظك يا الدراري. معكم سوني جيمر سيرفر اغريد اوميجا 480 اول اوميجا ديال السيرفر. اليوم الخوش غادي نبين لكم نوريكم كيفاش ديروا الرينديفولور باسهل طريقه. بنادم كيبان ليا كي هاكي خور في السيرفر بلا كذوب كيف كيبوستيو 3 كراود داكشي وداكشي راه ماشي رونطاب لا باغي نتزربو في لي كومبا وفاين جيريو مزيان داكشي راه تخربيع. المهم الخوت انا غنلونسي الكومبا دابا وغادي تشوفوا معايا كلشي وغنشرح لكم لي موب نشرح لكم لي بلاسمون. بالنسبه لي زيدول كاين اخويا اللي كيدير هاد السكور هذا ها هو شوف الجروب فشي سكور 267 هاد السكور هذا ما خدامش في الرينديفولور تقدر تجيري به ولكن غيضيع لك واحد الوقت خيالي حيت خاصك ديك الماشانسان وداك الماغوي خاص تبقى تدفعهم ديما حيت داك البيتيونيا الشيب في ديك اللعيبه ديال دابا لا ماغوي ولا مثلا الماشانسان ضربات لك البوم كتقيس البوم كتفرقع لك الحزاق كامل كيموتو كاع لي كيموت ويفري سو سو كتلعب بهاد السكور هذا كتلعب اولترام وكتلعب فينا هو هاد لي دول وبينار فلايواد كتخلي سكور 267 هو هذاك كتحيد لي بيتيونيا كتزيد اولترام وكتزيد بينار كتلعب سكور 253 ما كتفكرش نهائي مرتاح تبقى تخبط. يلا دابا الخوت لونسيو الكومبا سير صافي انتوما ديما الانو كيتحط هنا الروبلار ديما نفس البلاصمون الروبلار كيتحط هنا الكره الاول كيتحط هنا الكره الثاني كيتحط هنا الكره الثالث كيتحط ديما هنا ولصاصة ديما كتحطو في هاد الصف هذا كتحطو هنا اوكي ليكرا الصور الوحيد اللي كنلعب به مختلف على لي صور العاديين هو هذا فليش دو روبلي كندير هاد الصورة هذا على قبل التور ان باش نبلاصي لي بيرسو دغيا يتبلاصاو ليا هنا فهمتي صافي كتولي نوبر صافي لكن هذاك الصور ضروري خاصك ديرو باش تبلاصي لي موب ديالك باش بلاصي لي بيرسو هو الفاريون ديال ديال فلاش داك اللي كتدفع سانكلونت اوكي تشور الاولى الدراري بالانو كديروا واحد لاكسيل انو فيت في كتجيو لهنا الا كان عندكم لين دو فيو على هذا كان هنا راه كطراليو ولا كان هنا صافي كتخليه راه ما كيدير والو دابا غادي تجيو هنا غادي تراليو البوروليست اتش بلاصاو باش تعاونوا باش تقتلوا لي صاصا عاونوا بغيتو تباسيو باسيو الروبلار كيلعب هو الثاني علاش باش هاد لي ماغوي هادو عندك هادي وهادي لي ماغوي خاصهم يلعبوا قبل من لو بروميير كرا علاش باش تور دو ديريكت بالكرا الاول تبدا تضرب علاش حيت الماغوي كيدير اخويا واحد الصور افيرتيسمون انت وراك على الماغوي غيبان لك واحد الصور عليه كليف هذاك الصور اخاي ديالي الا ضربتيه دابا غيدير لك واحد البوازون غيفرقعك غيقتلك فهمتي دونك الا ما كانش ديال افيرتيسمون تقدر تضربو اذا انت بالتور ان ما كتضربش نهائيا نايس صافي بالروبلار كتبوستي علاش الروبلار كتحط هنا وما كنحطوش هنا حيت الروبلار فاش كتحطو هنا كيقدر يسبامي لي بومب ديالو هنا وهنا بلا ما تكون ديك لانيماسيون ما كتضيعش الوقت حيت لحطيت حيت دابا الروبلار علاش كتحطو هنا بالضبط باش ملي كتسبامي لي بومب ديالك دغيا كيتحطو حيت الروبلار فيه واحد لاطونس فاش كتبدا تسبامي لي بومب فهمتي فري فري فاش يكونوا في اليمين في راسها انت دابا كتدفع الكره الاول مره واحده كتفول بوستك كتبوستي البورتي كتعاود تدفع كتجي هنا كتباسي طرحك الكره الاخر كضرب جوج دفعات تزيد دفع هنا كتبلاصه هنا كتفول بوستا وكتقتل الصاصه الاخر ساهله حاله ساهله اوكي صافي كامل داكشي نوبري صافي انا دابا باش نشرح لي موب داكشي كاين واحد اللعيبه باقي صعيبه في كومبا يلي غير وحل فيها بنادم وداكشي فهمتي دابا نوري عليهم ملي نوصل ليها غنوري عليهم دابا صافي كرا الاول هذا الموب هذا انا عارفو ما فيه لا بوازون لا والو كنضربو بوازون الدراري هو هذاك لافيرتيسمون كيدير واحد بحال دابا لافيرتي هاد ماغوي كاين هنا كيدير بوازون فحال ما هكا بحال الشكل ديال اون مويان يعني بحال شي مويان يعني وفاش كيدير داك بوازون الا قصتي الموب وما قتلتيهش كتموت دونك الا بغيتي مثلا تضرب شي موب خاصك تضربو وتقتلو
ولا كتسنى التور الجاي وكتضرب مع راسك. هادشي علاش الروبلار كيلعب قبل من ليكرا باش بحال دابا لي ماغوي ديما كيتحطو من الاولين فهمتي، ديما مع كيتحطو لي ماغوي كيبدا من الكرا الاول تبدا تضرب اللي بغيتي. سي بون كتباسي الطرح ديالك انو تور دو كيبوستي الرو تريب بي ام، راه ماشي ضروري الدراري فهاد فهاد الدونجون كيعاونكم شويه وصافي. هادشي اللي ملي غتشوفوني كنلعب انا ما كنراليش كاع، كنلعب بلا رال انا تقريبا. ها دابا غادي نرالي حيت الرينديفولور قرب ليا. الشال تقدروا ديروه انا ما فيا ما نديرو دابا، غادي دي كونسونتريني على الكومبا. بالنسبه ليا بون بلا ما شرحهم حيت التكنيك ما كتحتاجش انك والله اخي ديالي كان فارمي انا ما فاهم والو في لي بون فهمتي. خلاص ممكن نشرحهم ديجا شرحتهم شي 2014 ما في اللي عاود يشرحهم دونك بلا ما حالو مسال البلاسمو ها هو صافي دير بحالو فهمتي. انا من الاولين اللي بداو كيفارميو الرينديفولور وباقي حد الان ما فاهمش داكشي ديال لي بون. طق دونك ما تحتاجوش اننا نشرحو لي بون حتى تلعب نوبرين. هاد ستيفان اللي كتستف باش البوم ملي تانفوكا كتحط دياغونال هادشي اللي كاين، وديك اللي كتحط قدام الاونيا كتحاول تشونجيها بليبيراسيون. كتحط بومب هنا في الاول، انا نوريهم في التور 4 دابا عندكم التور 1 و 2 و 3 ما عندكم مناش تخافوا. اون فوا الانو يبان لكم هنا كاينين بومب هنا وبومب هنا، غادي تجيو نيشان هنا وغادي ديروا ليبيراسيون باش تحطوا هاد البومب اللي هنا تجيبوه هنا باش ما تقتلكمش، حيت الا خليتي ديك البومب هنا غادي تقتل لكم كاع لي بيرس. سو دابا غادي تبقى تضرب مع المهم تفيني الفاغ. انا جاني واحد بلاسمو خايب شويه ولكن ماشي مشكل، هي بلاسمو كيتجرى بنفس التكنيك نفس ما كدير حتى شي حاجه زايده وصافي يعني نفس لي بلاسمو تيبقاو معاهم. تور 3 دابا ما درت والو، ما دفعتش هاد البومب. تور 4 ملي غتحط وحده اخرى غنجي هنا اي شترت ماشي مشكل، غنجي هنا وغنولي ندير لها ليبراسيون كل دو تور. فري حيت هي دو تورات كتفرقع. كتحط وحده ما كتحط الثانيه كتمشي تدفع. يعني تكنيك اوتو وين، تكنيك اوتو وين هي بانو غادي تجيري والخوت، خاصكم تكونسونطرا ماشي اوبليجي. كيما كنقول الا كنتي بيان ايكيبي زعما اوبتي هذاك الشيء غتكون تجيري بواحد الوقت مرتاح. لوبتيميزاسيون كتعاون على الكرونو صافي، ما كتعاون في حتى شي حاجه اخرى في الرينديفولور والنيداس ولا اي حاجه، اي بطانو تقدر تشاري غير هي كما كنقولوا من الاحسن تكون تلعبوا غير بهذا البانو. وعليكم السلام. دونك هذه من الاحسن لي بانو. من الاحسن تكون عندك بانو اوبتي، ما كانش عندك ماشي مشكل. كما قلت لكم التوركات كاينين دو بومب كتجي لهنا كضرب ليبراسيون، حيت لا خليتي البومب هنا راه غادي تقتلك. وبالنسبه للرينديفولور فاش كيباسي فهاد لانفيزيبيليتي هادي فاش كيبقاش يبان كيدير هاد الكليف ديالو ديما كيكون في هاد الطروا ديال ليكاس ديما في، واخا يكون هنا واخا يكون هنا واخا يكون هنا ديما الوسط في هاد الطروا ديال ليكاس. انتو كيما غندير غنضرب هذا بحال قلت شي فايل هذا فايل ديما كاين الوسط واخا تكون عنده 800 بي ام غتلقاه ديما الاخر هنا هنا هنا. انا دابا انت ديما كندير هكا هكا، انا لقيتو هنا انا غراليه وانت بلاص وغتروك سيب ليكرا نطحن فيه في ليكرا. ديما كاين الوسط في الطروا ديال كاز الاخرين، ما كاينش ما يمكنش يكون في شي بلاصه اخرى. فيه انا قلت لهاد الموب تور كاد راه كنبوستي البورتي بهاد الكرا. فيه كنبدا الخبر نينجا يعني مرتاح تكنيك اوطوين اوطوين اخي ديالي ما تحتاجش كاع تفكر. تيبان لي دابا حاليا هادي هي احسن استيس كاما في البي ال، هي احسن كام احسن استيس اخاي ديالي ما نكذبش عليك، زايا كاما اخاي ديالي. صراحه باش تجيو تيرا فيديو للدراري راه تيبان لي شحال واحد ما غاديش يحملك اخويا، اللي ما بغاش يحملني ما يحملنيش اشري تنقول لك ما عنديش المشكل اخاي. ولكن الاخوان باش نكونوا واقعيين من الاحسن تبارطاجوا بحال هاد لي استيس باش كلشي تعيش وكلشي بروفيت هادشي اللي كاين. كما قلت لكم البارح درنا نيداس دابا لا غين غنعاودو نديرو التوكسو فوسيل باش كل واحد يتحرك في قنت فهمتي، ما يكونش داك كلشي في قنت واحد فهمتي.
وراه هنا المغاربه اللي كيديروا البي ال. اخويا كاين المغاربه بدا فهاد اغري ان لا فرنساوي واحد اي سي صافي. دابا الانو الا شتيني راليت به نعطيك 100 مليون ما كتبقاش ترى لي بيه صافي نهائيا. كل دوتور كضرب ليبراسيون كضرب ليبراسيون بوست. انا دابا صافي مني كتفوت الفاك الاولى كيبقى الاختيار ديالك شنو دير بالانو. من الاحسن تباسي بيه باش كري لي زون فاسيلمون. وحال دابا انا كنفضل ندفع هذا الموب هذا باش نكري زون هنا سهله. يو واخا نفيس باقي تندير واحد الفيديو فلا غير مع الاخ سوني جيمر. الله يسخ الله يسخ جوج. دابا بالنسبه للبي او كتبقى داكشي مختلف بالنسبه للي كرا ديما الكول داون كاينه ديما خاص ترد البال تحسبها ما قلتهاش ولكن بالروبلار سا سيرا ريان انك تبوستي لبي ام بوستي البورت احسن حتى دي ماب كبيره بزاف سو البورت احسن ما تبوستي لبي ام. صافي دابا كتبقى تخبط في لي موب كما قلت لكم مع كتسبوني الفاق ردوا البال من الصور ديال الماغول ديروا كما كندير كنشد لي موب اي موب كنقيسو كنقتلو اون فوا ما كتبقاش الماغول صافي ديك الساعه ضرب كما بغيتي. بحال دابا واخا ما غنقتلهمش كنضرب ماشي مشكل مرتاح حيت ما كاينش الماغول ما كاينش الماغول قتلتو طق انو كما قلت لكم صافي يعني هو اخطر موست فهاد هو اخطر موست هو اللي كيخليك تموت صافي. وبالنسبه للي بري كليك ليو دو ام لا بلاس كيف ديما هادشي في اغريد اغريد كوموند 1 230 ام كوموند فيها بليزيور بيرسو راه 25 ام بار بيرسو. كوموند ديال فيها شي وي بيرسو راه كندير لهم 20 مزيان مرتاح. والاغلبيه ديال لي فارمور دايرين بري كلشي نفس البري اللي كيطيح الثمن اللي كيطيح اخاي ديالي الثمن في اغريد راه كيا كلاص كلشي كيبدا يعير فيه راك عارف حيت هادي راه ايكونومي عاوتاني باش يجي بنادم ديروك لو تيب ان ام وكدا غيخرج غير على راسو يقفر على راسو اخاي ديالي كاع لي فارمور كيبداو يعيروا فيه كدا راه انا ما نومش اش انا ما مسوقش فهمتي ولكن اخويا راه كنشوف بنادم راه كياكل كديد اخاي راك عارف اخاي المغاربه علاش كيلعبوا وتجي انت تطيح لي الثمن فهمتي. فاك 3 الدراري ديما التريستوكرات يا اما غيكون هنا يا اما غيكون هنا ديما دفعوا ضروري خاصك تدفعوا بدو كاز سينو راه غيقتل لكم النونو حتى الريستوكرات غيضرب واحد البون غيوصل حتى لهنا تي بون تحت بون فوسط الانيتروف وكيقتل لك النونو سو ديما الدراري فاك 3 الا كان شي موب اخر ماشي مشكل ما تدفعش كان الريستوكرات ضروري خاصك تدفعوا بجوج دونك تقدر تقتل بالكرا الاول ولا الكرا الثاني تقدر تقتل باي موب المهم ما تنساش انك تدفع الريستوكرات واخا قتل لك النينو راه تقدر تكمل ماشي مشكل ولكن من الاحسن ما يقتلوش لك صافي. كما قلت لكم لي كراكي باسي سا سي راه غير ني نضرب ولا شي حاجه نونو كما قلت لك صافي كي كيضرب الش اف 4 كيضرب اف 1 كي باسي روبلار كي بوستي صافي التكنيك اوتو وين ما كاين لا تفكير ما كاين حتى شي حاجه يعني نوبرين ما تحتاجش انك غتير مود تاكتيك غتعملك كرياتور غتزاكتيفي لي زانيماسيون داك التخربيق وغتدخل على الطونجو وغتفارمي ليا مع راسك واللي يحتاج شي هيلب ولا شي حاجه راه ام بي ان في ان جيم اكريت هو اخويا انا ما الا الا بغاو يحتاجوا الهيلب راه هادشي ساهل بزاف اصلا انا الدراري راه ما محتاجش هادشي شي محتاج لا شرح له طالب بانو ارخص بانو يقدر يفارمي بها بنادم تقريبا شحال تكون بان اوف اغريد ارخص بان تقدر تفارمي بها تساويها ديك 30 40 ام ارخص بان تقدر تفارمي بها في الكرا الوحده حيت اغريد شويه غالي مالي سيرفر نورمال اخي ديالي راه 10 ام تكفيك 15 وتفارمي مرتاح تفارمي يا سلام صافي انو كل الروبلار يا بانو كلاس يعني بحال قلت فابور هذا الروبلار ما طالعش اخي تاب ان ام اوني تروف ماشي الدواء اوبليجي يكون بيان اكيبي اوني تروف بانو اش نقول لك بانو نيفو 100 نيفو 120 تكفيك انا الاوني تروف ديالي راه عندي في 170 لو تريب بي ام باش نقول لكم فهمتي حتى انا عندي بانو فول صافا كيما
كتشوفوا الروتريب بي ام راه ما عندكم ما ديروا به نهائيا، راه كان باسيبل انو دام حتى في الفاغ الاولى راه ما تحتاجوش نهائيا. وبالنسبه للشال ما تحيدش لي بي ام راه كنديروا باش نبين لكم ان الانو راه ما كاين شي اوبليجي، ما كاين ما كينفعك في والو. زيد على الجروب وصافي، وكيعتق مره مره وصافي. كما انت الانو او ثاني غي باس روب لا راه يبوستي تور المجال ليبراسيون. دونك ايزي كل دو تور، كل دو تور ليبراسيون. هذيك اللي غيوحل فيها كلشي في الاول غيبقى ينساو داكشي، كاين مع الوقت راه غتولفوا الدراري عادي. هو نورمالمون وقت ما بان ديك الكول داون في ليبراسيون يوتيليزي او صافي. انت هاي ما تحط لك بالك بومب هنا هنا صافي سير لي مالي بيتيش راه غتموت. بحال دابا ها نتوما الدراري كاين هذا الماغوي هذا نقدر نضربو الا بغيت، ولكن الا ضربتو راه ما غاديش نقدر نقتلو وغادي نموتو ليا لاكرا. سو فيما كيسبوني الماغوي ما كنقيسوش نهائيا. بحال دابا هذا البوروليست ما فيه لا اطاله والو، غنجي نقدر نضربو الا بغيت. انا كنفضل انني نباسي على نضربو، ولكن غنوريكم دابا شرحت لي كنفضل انه يجي يوقف ليا هنا ويصاوب ليا فاك هنا زعما زون. وداك الاسم ديال ديك الصور كتعبر على الخطوره ديالها. في اختيسمون انت فهمتي الانو. انا كما قلت لكم كنفضل فيما تكون عندي البال وجيني شي موب هنا كندفعو باش تجيني زون مع هذا الموب هذا وهذا. ومن بعد الجيم بلاي راه كيختلف، قدر دابا بنادم يشوفني كاللعب ديالي، ولكن راه كله واللعب ديالو فهمتي. بعد اللعب جبت درت الريكور انتر سيرفر، سو يقدر يكون عندكم لعب حسن يقدر يكون عندكم لعب عين، كشي كيختلف على حسب اللعب ديالكم نتوما. دونك دابا انت روكستيهم حيت عرفتي راسك انك غادي في اليوم. صافي دابا صافي ما بقاش ديك ما بقى حتى شي حد عليه ليطا، دونك مرتاح دابا. كما كنقول كما قلت لكم ديما التور الاول ديال الفاك باسي وطرحكم ماشي مشكل، من غير هاد لي موب اللي كيكونوا هنا اللي انا نشرح لكم بطريقه اخرى. لي موب اللي على اليمن عمركم تقيسوهم، لي موب اللي على لا اللي على اليسار عمركم تقيسوهم. لي موب اللي على اليمن اضرب عارف راسك غتقتل ضرب تيبقاو مع اكبر خطوره. هادوك واخا ما تقدربهمش في التور الاول ما يقتلوك ما والو، غير ما من الاحسن باش مع ينزلوا تقتلهم باش ديريكتور جاي دوز لهادو اللي على اليسار. انو كان ديك ديما كي باسي بيم بيم حتى خاي ديالي كاين السبام دابا صراحه ماشي ايز راه شي حاجه فوق ايز هي اللي ما بغاش يخدم على راس. سهل اخويا مني داس هادشي اللي كندير فيه دابا سهل بزاف. كاين بنادم 20000 سهل بلازمو فهمتي. هنا اخي ديالي صافي كضرب كضرب ما كدير حتى شي حاجه اخرى. طم الكامار برادر كثر وليكسبكتر وليكسبكتر حيت طالع انا اخي ديالي كنعرف منين كضرب 200 ام في النار. يجيب يجيب ماشي شي حاجه صعيبه واخويا انا كنتش عليهم فهمتي. الا كانوا ديك اليوم كثار وكنتي كتسال انا خي ديالي موجود كنتي كتسال 10 دقائق في الكومبارا. دابا الدراري في هذا الكومبا ما ديوش على الكرونو راه حيت كنشرحو وجولد ما اكتيفيش لي داكشي اللي خاصو يتاكتيفا باش يتحيد الله. يعني راه في كاع لي كومبا حتى في النيضاس ونفس البلان الدراري كانت تشرح. ودابا نصيفط لك السكرين ديال الكرونو اللي دار شو داكشي باش يعرف بنادم في شحال ديال الوقت تقدر ديرو داكشي صافي نايس. المهم ها هو غيطلع لكم دابا في ليكرون لي سكور كما كتشوفوا. سير الله الانو كما قلت لك ديما كيباسي اقول لهم فرقاع التصونيل الاوميغا واخويا شهر ديال الفارم هاد العشيري طلعت انا الاول في السيرفر، ولكن اخويا راه ما نكذبش عليك راه طحت على السطراد ديال الرانديفولو راه فارميت اخويا راسي. ما كنتيش كتجيب ديك اليوم ما كان حتى شي حد كيعرف بان الرانديفولو كتفارم، كانوا كيفارميو واحد الدراري في اوش اللي هما عشراني انكوشابل وافيداس تيوم هادوك انا وياهم طحنا على السطرات. انا طحت على السطرات الاولى ديال بلاسمو على اليمن
وهما بقاو كيطايفوا مع مع البلاسمو حتى لقاو البلاسمو ايديال باش يجيريو هاد الكومبانيات ابيت اوميغا 481. ليتس جو 17 دقيقه سي نورمال حيت كنشرح سينو انا دابا نوريكم الكرونات تطلعوا لي سكرين دونك فيديو تنتمنوا ميجيوش دوك تاني لشي رابيو عندنا فهمتي كيما قلت لكم هاد السيري هادي غادي يكون فيها كاع لي زاستوس ليكسبي للبي ال. دابا درنا النضاس على غير درنا مع الاخ سوني لاشين ديالو في الديسكريبشن فولو سبسكرايب وخليو لي كومونتير اخر فيديو انكم جايين مع كولد فيروس وهادشي اللي كاين في هذا الفيديو ونشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله. بيس تهلاو.